سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم حندير معكم فيديو خفيف نحتاجه في انواع الكيكات ولاير كيك ولي باتيسري ديزاين. حندير معكم البنات غاناج وشوكولا. كاين نوعين من الغاناج وشوكولا، كاين غاناج لتزيين الكيكات واللي مورسو تاع لا باتيسري، وكاين غاناج هذاك اللي نديكوريو به لاير كيك ولا لي باتيسري يجي على شكل دموع، على شكل دموع يحبط على باتيسري. هذا هو اللي حندير معكم الفيديو، باسكو حنخدم معكم بزاف لي باتيسري ولاير كيك بالغاناج والشوكولا. ماشي شاك فوا نبارطاجي نقول لكم كيفاش، نحط لكم الوصفه في صندوق الوصف. نبداو على بركه الله. واش نحتاجوا البنات باش تخدموا الغاناج والشوكولا ناجح 100% من اول تجربه احترافي؟ نحتاجوا 300 غرام شوكولا تختيني، 300 غرام شوكولا تختيني. نحتاجو 100 غرام حليب وزنت الحليب في الميزان 100 غرام. نحتاجو 50 غرام كريم فريش، كريم فريش ماشي تاع القرع البنات، بالطوش هذوك تاع لي بواط. نحتاجو 30 غرام زبده. في كاسرونة البنات نديرو الحليب، طريقه جد وسهله. نديرو كريم فريش كيما راكو تشوفو، زيتو زبده مانغارين، درت مانغارين ماني، نخلطوهم مليح فوالا، ونحطوهم فوق النار هاديه، نار قليله راكو تشوفو. نديرو فوق النار هاديه ونبدا نخلط. طريقه جد وسهله لتحضير الغناج وشوكولا لتزيين الكيكات. نخليه حتى يذوب كل المكونات. شوفوا البنات ذابت الزبده ولا كريم فريش مع الحليب. كي تكون عندكم باتيسري كيكه كبيره حجم عائلي نضعفوا الكميه. فوالا تبعوا مليح البنات، راني معكم مرحله مرحله خطوه بخطوه. تغلي جوست تغلي فوالا كيما راكو تشوفو. نطفو الفرنو ونرمو شوكولا للطلاء 300 غرام فوالا، ونبدا نخلط. نخلط مليح. شوفو البنات الشوكولا تختينا يدوب. لازم تختاروا النوعيه الجيده تاع شوكولا تختيني، كاين بزاف ماكسون اوبتيلا. فوالا شوفوا يذاب الشوكولا، الغناش تاعنا وبدا يبان. شوفوا البنات خلط مليح مدة 5 دقائق ولا 4 دقائق. شوفوا الغناش تاعي ناجح 100%، شوفوا لابغيونس تاعو. شوفوا البنات وبنة روعة، تقدروا تقول تسموه صوص وشوكولا ولا غناج وشوكولا. واش نوصلوا في المرحلة الأخيرة باش نتأكدوا بالنتيجة ناجحة 100% بدون هذوك تاع الكريم فريش. نصفوا البنات، بسم الله فون، نصفوها مليح فوالا باش هذوك الحبيبات ما يفسدوناش الغناش تاعنا. نبدا نحرك هكدايا حتى يتصفى مليح. دوري نصفيوه. شوفوا هاد الحبيبات لازم نحوهم فوالا. شوفوا تاع لاكريم فريش فوالا. عاد الحباب على الصوت راهم برا، نسكن في حي
حي شعبي لي جون قاعدين في الحومه يقصروا وانا اللي نخدم في الليل. باسكو واحد الخطره درت في يوم العيد درت فيديو وحده قالت لي عندك ضجيج، قلت سمحي لي اختي نسكن في حي شعبي. الله غالب فوالا هو الكانا شوكولا ولا صوص شوكولا، طريقه جد سهله وبمقادير بسيطه. شوفوا البنات هذا مازال ما بردش، كي يبرد القوام تاعو يزيد يعقد، نقدروا نديرو فيه نديروه في لابوش عفوا ونخدمو به الكاناج. هذوك الدموع تاع لاباتيسري انا حضرته بشغل ما شاء الله، عندي كيكه حجم عائلي نخدمها بالكاناج وشوكولا. ان شاء الله البنات تبعتوا الوصفه والخطوات، ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك وبارطاجيو مع الحباب وجيرانكم ولا فامي، وديروا ابوني للقناه. سلام البنات.